وجايين على الامتحان بالظبط، فبالتالي احنا ملناش كليات ولا كليه لينا كده، بالتالي لينا كده الورق كده مش هيتقدم. بس فاحنا واقفين دلوقتي علشان نطالب ان احنا اللي المفروض ان القرار ده يتطبق من بعد شهر السنه الجايه، لان القرار ده نازل شهر 7 واحنا ممتحنين شهر 3 في السودان. في التعليم ذاكروا وتعبوا طول السنه واهاليهم تعبوا وصرفوا عليهم، ليه يحرموهم التعليم؟ ليه؟ في حق مين وفي شرع مين؟ الحقنا يا زيزي، الحقنا يا زيزي. احنا بيضيعوا البيان الولاد والشباب بالبيروقراطيه بتاعتهم. قولي ايه؟ حرام حرام. 1500 طالب في شرع مين؟ في شرع مين؟ الحقونا، هيضيعوا شبابنا. احنا خلصين امتحاناتنا في 3/4، القرار نازل 2/7 بيقول ان احنا لازم نكون مقضيين سنه دراسيه كامله في السودان اللي هم 9 شهور بتوع الدراسه. الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده. كل اللي كان بيحصل قبل كده ان احنا كنا بنروح اسبوعين الامتحانات ونرجع تاني. احنا في ناس كتير مننا دلوقتي معديه فوق ال 80%، فوق ال 80% دي في السودان صعب جدا. يعني اللي بيجيب 80% المفروض ان احنا بندخل بيهم طب هنا وهندسه وكلام من ده. لكن المشكله ان القرار طلع فجاه. القرار طلع فجاه وطلع باثر رجعي، ومفيش اي قرار بيطلع باثر رجعي. لازم تكون اقامه سنه في السودان عشان تدخل الجامعه المصريه وانت بتروح تمتحن في اسبوعين وبترجع تاني. والاسبوعين ده ماشيين بقى من اول ما السودان فتحت، اللي ما فيش حد بيقعد سنه كامله، بنروح نمتحن اسبوعين وبنرجع تاني. ده اللي ماشي من اول حاجه. القرار كمان طلع في شهر 7، يعني المفروض يمشي على السنه الجديده. القرار ده اتطبق باثر رجعي. وبتروح تمتحن في السودان لان اهلك عايشين في السودان ولا لانك عايز تاخد الثانويه من السودان؟ لان في كده وفي كده. احنا كمان اهلنا بيبقوا عايشين هناك وبنروح نقعد نروح ناخد هناك، اهلنا قاعدين هناك وبنروح نمتحن عليهم. وكمان في حاجه تانية، القرار ده طلع اقل حاجه لازم يكون اللي عايز يدخل جامعه خاصه لازم يكون جايب 80%. 80% هنا في مصر سهله، في السودان ما حدش بيجيب 80%. اللي جايب 80% في السودان حوالي 10 بس من 1500 واحد رايحين.